عادي 30 سنه في وداخله في 31 سنه ولكن ما كتبش عليا. لا لا كنقولها عادي. هاد المؤثرين دابا هما اللي ولاو شادين الساحه الفنيه. عندك انستغرام طالع راه غتخدم، ما عندكش انستغرام هابط راه ما غاديش تخدم. دابا ولاو كي مخرج ولا كيشوف اكثر، ولا كي شحال عندك في الانستغرام؟ مليون جوج مليون، دوك راه غتخدم غتاخذ دور طالع، ما عندكش راه غتبقى غير كما قلت لك عبد الله. هذا الدومين هذا خصو يكونوا الاعصاب ديالك ثلاجه، لان اداء بزاف في الدومين يعني كي ممكن يحفروا لي كيديروا لك مشاكل، دونك خصك تكون. وانا ممنوع اللي كنبقى نرد لخاطري كون رجع بيا شويه لور ما نرجعش للدومين. من بعد وليت كنلقى شي مشاكل شي عراقيل في هذا الدومين هذا، فهمتي؟ وليت كنفكر انني ننسحب. مشاكل في الدومين كنظن اللي في هذا الدومين غادي يعرفوه بلا ما نقول بلا ما تحكر عبد الله. كنقول لك كنحماق عليك، كتعاونني شحال من حاجه ما كنعرفهاش، كتجي كتوريها لي بيني وبينها، فهمتي؟ ربي يخليك خويا عبد الله، شكرا بزاف. انت مرحبا بك وشرف كبير انني ندير معك هذا الانترفيو، مرحبا بك. سعاد سعاد تازي سميره بلا كيعرفها كلشي في لي انترفيو. هذه اول حاجه باش كنبدا. ممثله مغربيه سن 30 سنه، كنسكن في مدينه سلا. و عادي قلتي 30 سنه؟ عادي 30 سنه وداخله في 31 سنه، ولكن ما كتبانش عليا. كاين اللي كتحفظ على لا لا كنقولها عادي عاد كاين اللي ما كيبغيش يقول السن ديالو، ولكن انا ما عنديش مشكل في هذه القضيه. علاش؟ حيت ما كتبانش عليا، كون كانت كاتبه عليا غنخبيها غنقول واحد 24. البدايات ديالي الاولى كانوا في 2010. صراحه كنت متجهه غير للمسرح، ما كنتش كندير التلفازه وداك الشيء. المهم بقيت واحد العام بحال هكاك غير مسرح. ابخي شي مشاكل وشي هذا، حبست المده ديال 6 سنين ودابا رجعت. وملي رجعت ما رجعتش للمسرح، رجعتني شال التلفازه كندوز لي كاستينغ وهذا، ما دايرهش شي معهد ولا شي حاجه، غير لي كاستينغ. والحمد لله الحمد لله حنا غاديين خدامين. الصراحه لحد الان في الاول بعدا باش بغيت نرجع جاني كلشي ساهل. من بعد وليت كنلقى شي مشاكل شي عراقيل في هذا الدومين هذا، فهمتي؟ وليت كنفكر انني ننسحب، مي شو كم دقوقه لينا ديال هذا الشيء، ما نقدرش واخا كنقول ما نقدرش نرجع. شنو مشاكل في الدومين؟ كنظن اللي في هذا الدومين غادي يعرفوه بلا ما نقول بلا ما تحكر عبد الله. الصراحه باش بديت اول البدايه ديالي كان مع دريس الرخ في واحد التليفيلم ديال بيا ولا بيك. الثاني كان مع سعيده ازار جنتلمان. الثالث كان واحد المسلسل ديال بيا ولا بيك ديال يونس الركاب. عاوتاني كان انا وغانتي، سلسله ديال انا وغانتي، وتليفيلم هذا الاخر ديال لعب شطرنج. بصراحه في الاول اول اللي كان عندي مع دريس الرخ، عاتي قبل ما نبدا واحد الخلعه واحد ستريس ما نقولش لك كيداير، ولكن ان فوا كنوقف حدا الكاميرا كلشي حتى حاجه ما كتبقى، حيت من كتكون كتبغي هاد الدومين هذا ما كيجيك ساهل، يعني كتحس براسك انك تقدر تعطي فيه واخا حدا الكاميرا عادي. في الاول كيكون ستريس، مي ملي كيقول مخرج اكسيون كلشي كيمشي. خصوصا من واحد الفنانه ساره فارس اللي كنلعب جوج مرات وانا كنلعب نفس البيرسوناج مع صاحبتها. كنقول لها كنحماق عليك، كتعاونني شحال من حاجه ما كنعرفهاش، كتجي كتوريها لي بيني وبينها، فهمتي؟ ماشي كتوريها لي قدام الناس. عاونتني بزاف وراتني شي حوايج، كتعطيني نصائح ساره كره سميتو. صراحه العمل ديال سلامات ابو البنات كان عندي فيه غير واحد الخمسه ديال الحلقات، ماشي بزاف. كان عندي واحد البيرسوناج نقولوا المهم كنت سكرتيره في واحد ديال امال في واحد لاصال ديال بالي. ما نحرقش الشيء الاخر، ما نحرقوش الشيء الاخر اخويا. باقي شويه في المسلسل، باقي شويه الاحداث ديالنا وجايين الاحداث. هذا الجزء الرابع كاع اكثر من الاجزاء الاخرين، غيكون فيه مجاز بزاف. لا نبعد كما قلت لك عبد الله، هذا الدومين هذا خصو يكونوا الاعصاب ديالك ثلاجه، لان اداء بزاف في الدومين يعني ممكن يحفروا لي كيديروا لك مشاكل، دونك خصك تكون. وانا ممنوع اللي كنبقى نرد لخاطري
كون كرجع بيا شويه لور ما نرجعش للدومين. هاد المؤثرين دابا هما اللي وليو شادين الساحه الفنيه. عندك انستغرام طالع راه غتخدم، ما عندكش انستغرام هابط راه ما غاديش تخدم. دابا ولاو كي مخرج ولا كيشوف اكثر، ولا كي شحال عندك في الانستغرام؟ مليون جوج مليون، دوك راه غتخدم غتاخذ دور طالع، ما عندكش راه غتبقى غير. شنو هذا معيار مثلا ديال انك تكون عندك انستغرام طالع؟ دابا ولاو كيخدموا بانستغرام بزاف وتكوني ديجا معروفه ديجا، فهمتي؟ ولاو دابا كيحكروا على هاد اكثر. يا مم انا كنشوف دابا شي وحدين ما عندهمش تدخل، خدموا معايا انا وحدين ما عندهمش موهبه ديال التمثيل نهائيا، حيت الانستغرام ديالهم طالع كيجمعهم باش كي حتى في الفيلم كيتزاد المشاهده اكثر. ولكن هذا شي عكس على الجوده ديال العمل بحال زعما. لا لا جبتي واحد ماشي بالكمال ما غاتعطيش. انا خدموا معايا، انا خدموا معايا، لا 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 علاقه، حيت الانستغرام ديالها طالع. واخا سؤال، شنو الادوار اللي كتديهم انت؟ اللي كيعجبوني صراحه هما كاع الادوار، ما نقولش لك التصرميل عبد الله. والصراحه ملي كتكون كتبغي هذا التمثيل وهذا الشيء، المهم انا بعدا كاع الادوار كنحس براسي انني نقدر نعطي فيهم كاع الادوار. وكاين ادوار بزاف اللي كيعجبوني، كيعجبوني دوك الادوار ديال شي وحده راه ديجا قلتها، شي وحده دريويشه، شي وحده نيه، دوك الادوار اللي كيكونوا فهمتي هادئين كيعجبوني بحال هاد الادوار. لك اسماء كتمنى ان شاء الله. اوه وحده كاينين، ولكن وحده اللي غادي ناكد على سانديا. كتحمقني، كنتمنى انني نخدم معها شي نهار والله. كاينين بزاف مي سانديا بز اللي كثر زعما. وا ناري ترى بغات تخاصمني مع ما هادشي عبد الله. واو الصراحه كنقول انا مازال خصنا حتى حنا الحمد لله المهم، ولكن مازال خصنا شي حوايج بحالاش. المهم مازال خصنا شي حوايج، مازال خصنا كما قلت لك بحال دابا في الدومين كيبقى بنادم يحفر ليك، حفر ليا مشاكل. علاش ديك المشاكل؟ خلي راسك خدمي وسيري، خلي راسك مزيانه. يعني مازال خصنا بنات هاد الدومين مازال خصنا نزيدوا به شويه الفوق. هاد الهضره ربما ما تعجبش بزاف الناس، ربما الناس ياخذوا منك موقف. وانا من النوع اللي كيقول لك قاصح احسن من الكذاب، كنقول لك كاين حيت انا يلاه بديت وشفت شي حوايج وليت بعض المرات كنقول صافي نرجع للور، ولكن الشوكه مدقوقه علينا ديال هادشي. وصراحة شوف حنايا بلا 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 الجمهور وبلا الناس اللي كيبغيوك ما تزيدش بداك الحب ديال الناس وبديك غير الميساجات اللي كيجيوني وداكشي كنقراهم راه كيزيدوا فيك واحد لينيرجي اكثر من اللي كتكون عندك. دونك بلا بهم هما اللي اصلا هما اللي كيبينوك، هما اللي كنبغيهم بزاف. والجديد ان شاء الله جاي القدام ديال سعاد تاس، ربي يخليك. شكرا، الله يخطيك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.